ومتحف مفتوح، الآثار والتاريخ يفوح، مجد يرد الروح، فن وزمل للأقصر بكل كلام الفخر، وكل على يقين بسحر الفن الجميل، وآثار ليس لها مثيل بفن مصري أصيل، نقشوا الفراعنة التماثيل وحازوا على كل تقدير من كل العالم، من صغير لكبير، من غني الفقير، كانت الأقصر أجمل سفير طريق الكبير. شكرا. شكرا باشمهندس. بص يا باشمهندس، في حاجه بس تعقيب سريع كده عشان نرجع تاني. احنا عايزين نغير العنوان في الاول يا باشمهندس، هو كل الكلام تمام بس احنا خلاص احنا غيرنا كلمه طريق الكباش. طريق الكباش وكنت بتناقش في الموضوع دوت مع الدكتور منصور بوريك، واللي واللي يحب يتعرف على هذا الاسم، هذا هو العالم المصري اخر من اكتشف تماثيل في هذا الدرب، وهو رجل مصري أصيل، والآن هو رجع من رحلته الطويلة في بلد من بلاد الشقيقة في الإمارات، وذهب إلى الإمارات فاكتشف أثار هناك. يعني أنت متخيل عبقرية المصري بقى بيكتشف كمان أثار في بلاد أخرى. جميل. فهذا الرجل كنا نتناقش معه، وقال أنه يسميه طريق المعبود. وأنا قلت له طب يا دكتور عايزين نسميه طريق، أنا هقول لك ليه يا باشمهندسة إحنا هنغير طريق الكباش أو غيرنا التسمية دي. ال 2700 متر اللي ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر لحضرتك، هذا الممر الطويل هذا الممر الجميل الطويل اللي كنا شفناه يوم 25، مكون من إيه؟ من عدد يفوق الألف تمثال. طيب تمثيل على اليمين وعلى الشمال. صحيح. تمام. وهذا للطقوس الدينية وإلى آخره. طيب هنشوف ثلاث أنواع من التماثيل طول ما أنت ماشي. جسم أسد براس كبش. أي. جسم كبش براس كبش. جسم أسد برأس إنسان. يبقى عندي ثلاث أنواع من التماثيل في هذا الدرب. وهو درب المواكب يا باشمهندس. صحيح. لو قلنا عليه طريق كباش يبقى معناه ان الالف وتمثال المفروض كلهم يبقوا كباش. وهذا وده مش صحيح. هذا غير صحيح. بس هي تصحيحه كده بس، لكن ودي عجبتني قوي في واعتقد ان فكره درب المواكب بنرجعه لاصله التاريخي المهم جدا يا دكتور. وبيشرحوا لك يعني بيشرح لك، لان انت حتى لو انت مش قارئ في الحته دي لما انا اقول لك درب المواكب فانت هتبقى فاهم يعني ايه مواكب. وهيرودوت قال لك المصريين سبقونا نحن اليونان في المواكب والاعياد، ولا يوجد عندهم ده المواكب عندهم يا دكتور كانت حاجه اسطوريه، مواكبهم كانت اسطوريه بجد يعني. يعني كان اليوناني هو ذات نفسه قال لك مصر سبقتنا، وخد بالك البلدين كان في تنافس كبير طبعا جدا، في تنافس حضاري رهيب. فلما صحيح. يجي لك عارف انت ايه يعني، لما الزمالك يقول على واحد بيرد الفضل الى اهلي يعني او الاهلي يقول على المهاجم بتاع الزمالك حلو، لا مش سهل، بتبقى شهاده كبيره. وبما ان احنا بنتكلم على المواكب والبشمهندسة فكرتنا بالحدثين الجمال اللي حصلوا في 2021، احنا عندنا السنه اللي جايه اتفقنا ان في احتفاليتين كبار جدا جدا عايزين نستغلهم في تسويق السياحه ان شاء الله. ذكرى فك الطلاسم الهيروغليفية 200 سنة، لأن شامبليون سلم العمل العلمي بتاعه في فك طلاسم الكتابات المصرية القديمة والرسوم المصرية القديمة المسمى بالهيروغليفية في 1822. يبقى أنا السنة اللي جاية عندي احتفالية 200 سنة، ذكرى 200 سنة على الفك الطلاسم، واستغل بقى دي بثلاث حاجات. واحد برضه تسويق سياحي على أعلى مستوى عن طريق برضه موكب. هتقولي موكب إيه علاقة الموكب بالهيروغليفي؟ هقول لك نعمل موكب في رشيد. لأن في قلعة قايد باي في رشيد تم اكتشاف لوحة حجرية أطلق عليها فيما بعد خطأ حجر رشيد. وليس حجر بالزبط. الحجر هو الذي تقتطعه من المحاجر، ده يبقى حجر. يعني بناء الهرم تم بعدد من الأحجار. صحيح. لكن عندما تنقش على الحجر فهو لوحة. كلام سليم. صحيح. ترتقي. هي لوحة رشيد الحجرية. لوحة رشيد الحجرية موجودة في بريطانيا، والإنجليز لغاية دلوقتي مش عايزين يرجعوها رغم إيه؟ وإصرار غريب إن يحتفظوا بيها يا دكتور. هقول لك ترجعها إزاي السنة اللي جاية. إحنا هنعمل أنا ده الاقتراح بتاعي لوزارة الأرض. تمام يا ريت. أنتوا تعملوا موكب في شوارع رشيد. رشيد تتميز بحاجتين. أول حاجة موقعها تحفة. الموقع رائع. موقع فريد رائع. اكتر من رائع يعني غير طبعا، وفكره البرزخ الهائله دي طبعا البرزخ دي عجيبه. سبحان الله. فانت هتروح الناس هتشوف ده، هتشوف طبيعه خلابه وهتشوف ظاهره اعجب من الخيال سبحان الخالق. وفي
نفس الوقت بتتميز رشيد بان فعلا يا دكتور فكره بينها مبرزخ ولا يبغيان مش ممكن، يعني منطبق على المنطقه دي وعلى اللسان برضو اللي في راس البر يعني. وتبدا بقى الناس تشرح وعلماء الطبيعه يجوا يشرحوا لنا وعلماء المياه والانهار وفي نفس الوقت انت عندك اعداد مهوله من البيوت الاسلاميه طبعا والوكالات بالظبط والطاحين والمساجد والمساجد زي المندق تلاقي هناك كل هذه الاشياء وبيت السلنكري وبيت عرب كلي وكل الحاجات الجميله فعندهم متحف هناك رائع وعندهم مستنسخ تحفه لروحه رشيد الحجاج بالظبط احنا هنعمل هذا المستنسخ وهنطلع نعمل بيه موكب حوالين الشعريبات اللي انا عملتها تسوق سياحه يعني من ناحية دينية في الجوامع والمساجد والكنائس وكذا وعندك البيوت الإسلامية ودي حاجة مش كتير من السياح ممكن يكونوا منجذبين لها لكن لا تعالى ما عمل لك سياحة البيوت الإسلامية اللي كانت في مصر وما زالت ثلاثة طول ما أنا ماشي بفكر العالم بمين أول من فكت الطلاسم فهتقولي طيب ما هو شامبليون هقول لك قبل شامبليون كان في توماس يونغ نجح في بعض طبعا هو شامبليون جه لم الفاكهه كلها واشتغل ما قلناش ما اشتغلش لكن قبليه كان في توماس يونغ واكر بلاد وسيلفر ديساسي شايف الاسماء دي كلها لكن في كمان حد اسمه ريشار كمان يا دكتور بسام بوشار اللي قلت حضرتك عليه ده كان الشاب ابو 23 سنه اللي هو كان قائد الفيلق اللي بيرمم قلعه قايد باي عشان يحارب منها فواحد من جنوده لقى لوحة رشيد الحجرية مستخدمة مرمية جوه حتة مستخدمة في البناء ايوه طالعة اوريدي فانت حضرتك ده بوشار يعني ده بوشار ده كان قائد شاب فرنسي واحد من جنوده لقى لوحة رشيد الحجرية جميل طيب هتقولي بس انت صدرنا كل الكلام ده وقلنا للبريطانيين هاتوا لوحه رشيد الحجريه بطريقه ذكيه جدا لان احنا هنمشي بمستنسخ فالعالم لما كلها هتسال انت عامل موكب في رشيد بمستنسخ هنقول لهم الانجليز واخدين الانجليز فين اليونسكو بقى وفين المجموعه وفين الايكوم وفين الايكوم دي منظمه المتاحف العالميه فين بقى المجموعه دي كلها وفين بقى محكمه لاهي الدوليه وفين بقى السرقه بتاعت الحضاره وسرقه الاثار ونخش بقى نفتح احنا لسه امبارح مصعوقين من بيع عدد من اثارنا في لندن نهارا في صاله المزادات بتاعت صدري وبشكر الاعلام المصري انه وصل صوتي ودخلت كلمتهم في صدري كتبت لهم بالانجليزي قلت لهم انتوا بتبيعوا حاجات مش بتاعتكم ليه؟ اللي انتوا بتعملوه ده؟ فواحد دخل لي اجنبي بيقول لي الحضاره للعالم كله قلت له لا الحضاره مش للعالم كله عشان من هنا بقى برضه هستغل برضه الهوا بتاع حضرتك وهحضر المصريين كده في منتهى الاهميه اوعك تعيد كتابه الجمله اللي بتتكرر ديت في جمله عماله تتكرر كده بقى لها كام سنه وانا بسوقك اهو الله يكرمك ما تكررهاش فكر يقول لك ايه وللاسف يقع فيها للاسف يقع فيها برضه علماء علماء مصريين بس يا عيني هم بيقولوها بايه بحسن نيه يقول لك ايه يقول لك الحضارة المصرية والآثار المصرية اللي جاية بقى الخطر كله بقى إرث إنساني لا يا جميل عشان يبقى مستباح للجميع أوكي الله ينور عليك الله ينور عليك أحسن لفوق فوق حط عينيك في وسط عينيك ده أنت وسط راس ده انت مستهدف يا جميل ده انت مستهدف من ايام الهكسوس يا طبعا فانت ما اوعى هو ارث انساني ان تاتي لتستمتع به وان تدفع من اجل مشاهدته ولكن ان تحصل عليه سرقه واختلاسا لا يجوز باي حال ده انا اشيلك فوق راسي ده انت تيجي هنا واسمح لك انك تتمتع بحضرتي ده انا اشيلك فوق راسي واعمل لك برامج باسعار مميزه جدا كمان جدا وهخفض لك وهقول لك تعالى يلا واعمل الاجراءات الاحترازيه ودينا احنا رشين الفنادق ورشين كل حاجه ونحط الكمام نفس القصه نفس القصه يا فندم بس اوعك تقع في الارث الحضاري لان هيقول لك الارث ده ارث انساني وده يشترك فيه الانسانيه لا يا جميل حاجه كده زي شغل تلابيس ابليس يا دكتور ما انت عارف الانسانيه فيها مين؟ ما هو في بشر عايشين ما بين بتوين السبعة مليار بني ادم على الكره الارضيه وكلنا عارفين هم مين وعايزين يعملوا ايه في الحضاره بتاعتهم صحيح فدي مهمه جدا ومهمه انك تاخد بالك المهم في الاخر خالص هقول لكم
في الاقتراح اللي احنا اقترحناه. لا قبل ما نروح للاقتراح برضه في مداخله مع حضرتك يا دكتور. ايوه اتفضل يا فندم.